أما الآن مشاهدينا الكرام فنترككم مع المقابلة التي أجراها الزميل محمد جرادة مع الأمين العام لجبهة بوليساريو إبراهيم غالي. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. مشاهدينا الكرام نرحب في هذا اللقاء الخاص مع السيد الأمين العام لجبهة البوليزاريو السيد إبراهيم غالي. سيد إبراهيم غالي شكرا على قبول الدعوة على قناة الحرة. سيد إبراهيم غالي أولا كيف كانت توقعاتكم توقعات البوليزاريو في حدود تغيير في سياسة المغرب بعد اعتلاء الملك محمد السادس سياسة ربما مختلفة على الصعيد الداخلي فكيف كانت توقعاتكم؟ أهلا بكم مرحبا بممثل الحرة قناة الحرة وشكرا على حضوركم في مخيمة اللاجئين من أجل إجراء هذه المقابلة لإيصال صوتنا إلى مشاهدي ومتتبعي قناة الحرة. طبعا نحن كبقية العالم كان فعلا مع تغيير النظام في المملكة المغربية كان هناك الكثير من التوقعات أن الملك المغرب الجديد باعتباره شاب لا يتحمل مسؤولية الماضي وكان يحكى عنه الكثير أنه ديمقراطي متفتح طموح بأنه يغير تماما ما كان قبله من سياسات سواء وطنية أو جهوية أو دولية لكن كانت عكس التصور تماما بل كان في بعد ظرف قصير جدا تملص من كل التزامات المملكة المغربية من كل التزامات أبيه والنظام الملكي المغربي إذا كانت خيبة أمل لكل من كان يتصور ويتوقع أنه ملك المغرب الجديد سيغير سياسة التوسع والاحتلال التي مورست ضد الشعب الصحراوي بعد غزوه سنة 1975 إذن جاء عكس ما كان الشعب الصحراوي وجبهة البوليزاريو وشعوب المنطقة والعالم ينتظره منه كسياسة جديدة تقوم على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل وبناء المغرب الكبير بدون تغييب أي مكون من مكوناته كالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والشعب الصحراوي. ربما خطاب الملك المغربي محمد السادس الذي تحدث مرارا عن الحكم الذاتي وحتى خلال مفاوضات جنيف مارس الماضي ربما قالت الجبهة أنه ربما نقبل بالحكم الذاتي إذا تم استفتاء عن ذلك، بمعنى هل فيه إمكانية أنه تقبل جبهة البوليزاريو الحكم الذاتي أو هو تراجع عن مطلب الاستقلال؟ طيب لما تملص ملك المغرب من التزامات المملكة المغربية بإجراء استفتاء حر عادل ونزيه وضغط عليه حلفاؤه فجاء بما يسمى ب مقترح الحكم الذاتي. هذا المقترح بالنسبة لنا ولد ميت باعتبار أننا أمام قضية تصفية استعمار مسجلة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار كقضية تصفية استعمار ضمن 17 إقليم عبر العالم لا زالت لم تمارس حقها في تقرير مصيرها من خلال استفتاء أو بطريقة أخرى. فهذا المقترح رغم أن تكراره من طرف ملك المغرب مرات إلا أنه مرفوض من أساسه من طرف الشعب الصحراوي ولا يمكن أن يحل محل طلب شرعي وطموح للشعب الصحراوي في استقلاله وقيام دولته على كامل حدودها المعترف بها دوليا. ملك المغرب كأي مستعمر دائما مع اشتداد خناق
الشعوب المكافحة على مستعمرها يبدأ بالبحث عن الحلول العرجاء وأنصاف الحلول، وهذا مارسته كل القوى الاستعمارية مع الشعوب التي كانت تستعمر كانت تستعمرها، ولنا في التجربة الجزائرية مثال حي. فالفرنسيين حاولوا اقتراح العديد من أنصاف الحلول والحلول العرجاء، لكن الشعب الجزائري تمسك بوطنه وباستقلاله وبحريته وبتقرير مصيره. فهذا المثال هو قدوة الشعب الصحراوي اليوم، لازلنا نتمسك وسنبقى نتمسك بحقنا في الحرية، في حقنا في الاستقلال، في حقنا في بناء دولتنا. طبعا نحن مع الاستقلال، وهذا عبر عنه الشعب الصحراوي عديد المرات. لما أعلن الكفاح المسلح ضد المستعمر الإسباني من أجل الاستقلال، لما قاوم الاحتلال والاجتياح المغربي لوطنه كان من أجل الاستقلال ولا زال من أجل الاستقلال، لما أعلن ميلاد الدولة الصحراوية فهذا تقرير مصير واختيار واضح وجلي. جاءت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتبحث عن الحلول الوسطى، فالمغرب متمسك أو تمسك بالاحتلال ونحن بالاستقلال، فجاءوا بمقترح الاستفتاء كحل وسط. إذن نحن قبلنا الاستفتاء وقبلنا نتائج الاستفتاء، ولا زلنا نطالب بالاستفتاء ونحترم نتائج الاستفتاء. فعلى حتى ولو كانت نتائج الاستفتاء بقبول الصحراويين الانضمام او للمغرب ورفض الاستقلال، نحن متأكدون من اختيار شعبنا، متأكدين منه في الأصل، لكن نحترم إرادته. جبهة البوليساريو وسيلة للشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستقلاله. فإذا اختار الشعب الصحراوي الاستقلال فهذا هو يعني الطموح، هذا اختياره، هذه اختار شيء آخر، فجبهة البوليساريو ستحترم ذلك الاختيار. سيد برهم غالي، ولكن دعني أسأل، لماذا يعني في النهاية الحكم الذاتي أليس ربما كما يرى البعض حكم يعني حل واقعي في ظل هذه المعاناة، في ظل هذا الوضع، لماذا ربما ترفضونه؟ أولا نحن لسنا مغاربة حتى يعطى لنا الحكم الذاتي. الحكم الذاتي عادة حلول تعطى لمناطق متمردة داخل دولة معينة. نحن لم نكن مغاربة ولسنا مغاربة ولن نكن مغاربة، ومغربتنا بقوة القمع والسلاح جربت ل45 سنة فلم تجنى منها أي ثمرة. نحن لسنا مغاربة بصريح العبارة حتى يعطى لنا الحكم الذاتي، فليكون المغرب النظام المغرب سخي وليعطي للريف الحكم الذاتي. نحن مطلبنا وحقنا معترف به دوليا، لن نقبل مقايضته بأي مقترح آخر، لا حكم ذاتي لا جهوي لا ولا غير ذلك. نحن نطالب حقنا في تقرير المصير، لسنا مغاربة ولن نقبل أن نكون مغاربة إلا إذا اختار الشعب الصحراوي اختيار حر، مش تحت السلاح ولا تحت القمع ولا استفتاء مزور، لا لا، حر شفاف نزيه، واختار الشعب الصحراوي ذلك. واستبعد هذا الاختيار انطلاقا من معرفتنا من معرفتنا لاختيار شعبنا والميول والطموح والمطالب. طيب يعني هل ترى ان الامم المتحده في النهايه فشلت في تسويه هذه الأزمة، سيما أن بعد استقالة المبعوث الأممي كوهلر، وربما لحد الآن لم يتم تعيين لحد الآن
مبعوث آخر، هل ترى أن ربما الأمم المتحدة فشلت في حل هذه الأزمة التي تمتد إلى 4 عقود؟ نحن مع الأسف في بداية تعاملنا مع الأمم المتحدة كنا ننظرها كمنظمة دولية دورها الأساسي هو تطبيق الشرعية الدولية وتطبيق واحترام إرادة الشعوب، فتعاملنا مع المجتمع الدولي من هذا المنطلق، لكن مع مرور الأيام بدأ يتضح لنا عكس ذلك، خصوصا أن مجلس الأمن وبعض أعضاء مجلس الأمن الدائمين أصبحوا جزء من المشكل بدلا أن يكونوا جزءا من الحل كما تعتري ذلك مهامهم الدولية. أعضاء مجلس الأمن مهمتهم الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، فهذه قضية سلم وقضية أمن. لكن لأكون أكثر وضوح، فرنسا وقفت عائق حتى اليوم ضد تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، ولا زالت تعرقل مسار ومجهودات المجتمع الدولي من أجل تطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره. إذن كانت بالنسبة لنا تعامل الأمم المتحدة مع النزاع ومع الموضوع خيبة أمل، خيبة أمل حقيقية لدى الصحراويين، ولكن لا زال بصيص أمل في أن فعلا المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن يتحمل مسؤولياته ويدفع بعجلة الحل في أسرع وقت ممكن، وإلا على كل حال يدفع المنطقة لاختيارات على الأقل الشعب الصحراوي ليست خياره حتى الآن، ولكن إذا فرضت عليه فسيتحمل المسؤولية. هل تقصد خيارات أخرى، مثلا العودة إلى السلاح مجددا، سيما أنكم سبق وأن صرحتم أن ربما هذا الخيار يبقى مطروح الآن، وهذا يدفعنا للتساؤل عن منفذ القرارات الذي شهد أزمة العام 2016 وهو المنفذ الوحيد بالنسبة للصادرات المغربية إلى غرب إفريقيا، هل ربما هذا المنفذ يمكن أن يشكل بؤرة توتر جديدة، وهل خيار السلاح يبقى مطروح، أم هو لنقولها صراحة هل هو إعلان حرب صريحة من قبلكم؟ سيدي لا، نحن لا نهدد أحد، وجربنا الحرب ونعرف مآسي الحرب، هذه 28 سنة من محاولة تفادي الحرب وإراقة الدماء في المنطقة وإضافة عنصر جديد للتوتر القائم في إفريقيا. نحن امتداد لمنطقة ساخنة الآن، يعني منطقة الساحل والصحراء. إذن لا نهدد، لكن ما أقوله هو يعني الواقع، يعني هذا الواقع أن التنكر للشعب لحق الشعب الصحراوي، إدارة الظهر لحق الشعب الصحراوي، إدارة النظر إلى جهة أخرى والشعب الصحراوي يعاني لأكثر من 40 سنة من الغزو والاحتلال والقمع ونهب الثروات وانتهاك حقوق الإنسان، وأوصل الشعب الصحراوي إلى يكاد صبر ينفذ. نقول على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره
من خلال استفتاء، من خلال يوم حرية، يوم واحد، وصناديق الاقتراع، واختيار مصيره، ثم احترام نتائج هذا الاختيار الحر. بدون ذلك فحقنا سنصله، سنتمكن من حقنا مهما كانت الصعوبات، مهما كانت التضحيات. حقنا أعتقد أنه تعنت النظام المغربي، تعنت الأعمى، تعنت النظام المغربي وعدم احترامه للشرعية الدولية، إداسته للقرارات المجتمع الدولي، ستفرض على الشعب الصحراوي، ستفرض على جبهة البوليزاريو انتشاق الأسلحة من جديد. أقول لا أهدد ولن نهدد بالحرب، لأننا عشنا الحرب وكلفتنا تضحيات كثيرة، لكن إذا كان ممر إجباري فسنمر من ذلك الممر الإجباري لنصل إلى ممارسة حقنا في تقرير مصيرنا واستقلالنا. القرقرات أولا طريقة غير شرعي، انتهاك لوقف إطلاق النار، وجوده هو يعني للمساهمة في نهب ثروات الشعب الصحراوي، لأنه منه تمر الأسماك، ومنه يمر الفوسفات، ومنه تمر ثروات صحراوية أخرى. على الأمين العام كما طالبت بذلك توصيات مختلفة لمجلس الأمن أن يواجه المشكلة ويحلها، لأن القرقرات مع وقف إطلاق النار لم يكن هناك أي طريق مفتوح على طول الحزام، إذن هو حول بعد ذلك إلى طريق يحاولون أن يساهم في تنمية اقتصاد النظام الاحتلال المغربي. إذن نحن أوكلنا للأمين العام كما أوكله مجلس الأمن ذلك من أجل أن يحل المشكلة القائم. فوجود القرقرات، وجود القرقرات كطريق مفتوح سيبقى بؤرة توتر وقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، وربما يكون هو السبب الذي سيشعل المنطقة. بالحديث عن المأساة أو المعاناة اللاجئين، كيف نظرت الجيل الجديد اليوم مقياسا بالجيل الذي شهد الأزمة؟ وربما هذا يدفعنا ويجرنا إلى سؤال آخر، هو حول الكثير من الشباب الصحراوي يعود إلى المغرب، ربما هل بسبب الإغراءات، وأيضا اتهامات المغرب بأنهم ربما من يوجد هنا هم من تحت جهزهم جبهة البوليزاريو، ولو كانت لهم خيارات لك عادوا إلى المغرب. كيف تردون على هذه الاتهامات؟ يا سيدي أنا لا أدخل في ادعاءات الكاذبة والمغرضة المعهودة للنظام المغربي الذي عودنا وعود المجتمع المغربي على الأكاذيب، فأصبح ربما نتيجة كم الكذب الذي كذبه علينا وعلى المجتمع المغربي يصدق أكاذيبه. الشباب الصحراوي بالعكس تماما، يعني أكثر جرأة واستعداد ومطالبة. اليوم كل يوم يطالبون بالعودة للكفاح المسلح، سئموا من الانتظار، سئموا من عدم تقدير معاناتهم من طرف المجتمع الدولي، من طرف العالم، سئموا من إطالة معاناة الشعب الصحراوي، رغم أن له الحق والحق الواضح والصريح والمعترف به دولياً
في تقرير المصير في الاستفتاء الحر والعادل والنزيه، لكن العالم يدفعنا مع كامل الأسف إلى اختيارات أخرى. طيب سيد إبراهيم غالي، كيف تردون على ربما تقارير منظمة غير حكومية بشأن المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين بأن ربما هناك تحويل هذه المساعدات وربما قضايا الفساد؟ هل هذا الأمر لم يعد في عهد السيد إبراهيم غالي وهذه المساعدات ربما كما تقول هذه التقارير فيه فساد في توزيعها وربما من قبل دول مانحة؟ سيدي هذا لم يكن في عهد جبهة البوليساريو، لا في عهد الفقيد والشهيد محمد عبد العزيز، ولا في العهد الذي تلاه. هذا ادعاءات باطلة، وهناك منظمات قامت بتحقيقات دقيقة ووقفت على أنه يعني اللاجئين الوحيدين في العالم الذين يديرون هذه المساعدات بشفافية مطلقة والشهادات موجودة. إذن هذه ادعاءات مغرضة مغربية، المراد منها قطع أرزاق اللاجئين حتى يستسلموا، يظنون أننا بقطع أرزاق اللاجئين سيؤثر ذلك على قناعة الشعب الصحراوي، على إرادة الشعب الصحراوي، على صمود الشعب الصحراوي، على تمسك الشعب الصحراوي بحقه، على استماته من أجل الدفاع هذا الحق. فهم مخطئون، نحن لسنا لاجئين خبز، لسنا لاجئين كوارث طبيعية، هذو لاجئين يقاومون من أجل العودة إلى وطنهم حر مستقل كما كان وكما عرف عبر التاريخ. جبهة البوليساريو ربما ستنظم مؤتمر الشعبي نهاية العام، سؤالي مباشر، هل ستبقون على رأس قيادة جبهة البوليساريو؟ سأحترم اختيارات الشعب الصحراوي من خلال ما يختارونه في المؤتمر 15 للجبهة إن شاء الله. إذن سيد إبراهيم غالي، شكرا على قبولكم دعوة على قناة الحرة، ونتمنى نلتقي في فرصة أخرى بإذن الله. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا لقاء خاص مع السيد الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي. إلى اللقاء.